عندنا بعدهم كذلك الدائرة، بعدهم تسمحون لي على هاي الأمثلة، ترى خطورة القدوات اللي إحنا في مجتمعنا تطلع أخطر من القدوات الملوثة. راح تشوف الآن كيف. يعني أنت يوم اللي مدرس أستاذ مؤمن يطرح فكرة، فكرة مخالفة للعقيدة، الناس بتقول أستاذ مدرس ما يصير، هذا صحيح، هذا خطر، خطر أشد. يوم اللي عالم دين بيصدر من عمل بعيد عن التقوى، وأجل، أريد أكرر، أنا أجل العلماء المتقون الأتقياء الربانيين الورعين، لكن هم كذلك ننبه، كما أن هناك علماء أتقياء ورعين هناك علماء سوء. فيوم اللي يصدر من عند لوثة فكرية خطر أشد، بيقولون هذا اللي عليه الإعمامة هو اللي قال كلامه صحيح، ومنها تنفذ هذه الفكرة أو هاي العقيدة الملوثة، وخطره أشد علينا من الخطر القادم من الخارج، لأنه معروف هذا عدو، هذا منا وفينا. ولهذا أي فكرة، أي انحراف، أستاذ، أب، أم، رادود، منشد، الذين يتخذون قدوات في المجتمع، إذا ما ارتكب خطأ فهو يشكل خطر كبير على الأمة. يقول السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، اسمع كلمته، يقول إن القبيح إذا كان من عالم الدين سوف ينسب عمله إلى الإسلام لا إلى فعله. خطير جدا، ينسب إلى الإسلام، بيقولون ها هاي علماءكم، هذه طائفتكم. يا إخوة، مو كل شيء يطرح من ملوثات العقائد، من ملوثات الشرعية، من أمور مثلا بعيدة عن التقوى والورع، أحسبها هذه على الدين، لا يا عزيزي، هذا ما فيها مجاملة. القدوة الصالحة واضحة أمامنا ونحن نتبعها، إخلاص وتقوى وورع وعلم وحرص ورسالة إلى الأمة. فلذلك يكون الخطر أكبر من هذا. تقول للرادود بند العزل، أذان أذن، قال إحنا قاعدين نلعب، إحنا قاعدين نعزي. لا يا حبيبي، مو تعزي، أنت تخالف أمر هام في الشريعة. وقد قال الأمير سلام الله عليه علي بن أبي طالب يوم صفين، وما قاتلناهم إلا لهذا، يأشر على الصلاة، أذن، قال خلنا نصلي، قال أول حرب، قال ما قتلناهم إلا لهذا. وإليك مثال الحسين سلام الله عليه في وسط المعركة يصلي. لا تخربط وتخلط لي الأمور وتدغدغ مشاعر الناس وتخليهم عاطفيين، تحرك فيهم العاطفة. إيه إحنا قاعدين نعزي على الحسين؟ لا، مو تعزي على الحسين، أنت قاعد تخرب مبادئ الحسين. لابد يكون شيء واعي. تقول للمنشد ما نشوفك، يعني المنشد المشهور ما نشوفك، قال والله أنا مشغول. ما يصير مشغول، عندك أقارب، عندك جماعة، عندك مجتمع، أنت مطالب بأن تعيش مع الناس وتعرف شو اللي عند الناس. ولهذا أنا أجل وأكبر هذا الأمر حقيقة. يعني الآن صار البعض يشتكي من هذا الأمر، يقول منشد الله وفق وأصبحت خادم لهذا الدين، في بعد أعظم من هذا الأمر؟ قام البعض يخرب شغلة المنشدين، ترى يشوه سمعة الآخرين. أنا ما أجل ب120 دينار، تعال 120 دينار ليش؟ أنت جاي تخدم، لو جاي تشتغل، جاي تجارة. يا إخوان، حتى بعض الرواديد الله يهديهم، بعضهم خرب سمعة المخلصين من خدمة الحسين، هم يشتكون إلي نفس الرواديد المخلصين، يقول ترى البعض شوهوا سمعتنا، ما نرتدي هذا الأمر، فلان ما نحصلك، ما تجي. مستحي الرادود يقول أنا ما أجل ب200 دينار، 300 دينار، أنت بتخدم الحسين لو جاي تشتغل. يا إخوان، ليس لا تتلوث هذه الخدمات وهذا الإخلاص، تعال اخدم أهل البيت،
وخذ أجرك وثوابك. يوم اللي الماتم بيعطيك يعطيك هدية، يوم اللي ما بيعطيك أجرك عند الحسين سلام الله عليه. لا نخسر، لا يصير عملنا دائما عمل بمادة، لا يصير شغلنا دائما شغل بمظاهر واستعراضات. خلنا نعيش دائما الإخلاص والعمل المخلص يبقى، ويبارك الله في العمل المخلص.